على فاس، التفتيشية كانت موجدة من شحال هذا، وماشي على ماشي شي على شي حاجة أخرى، هذه بيداغوجية ما داخلش حتى في شي، لأن تلقينا رسائل من بالنسبة ل يعني التوظيفات وبالنسبة لشي حوايج. التفتيشية راه كتمشي، ماشي التفتيشية كتمشي باش تعاقب، خصنا نخرجوا من هاد السياق. التفتيشية كتمشي باش تعاون الجامعات، ولكن هذه عطيتوني واحد الفرصة، لأن اليوم اللي كنتكلم لكم على الهيبة ديال الجامعة خاصها ترجع، خاص الهيبة ترجع، وترجع من الكبير حتى للصغير. أي رئيس جامعة كيدير المباريات باش 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 يجيب معاه المدراء والعمداء، وهذا تيكونوا دي كونكور. ولا جا كل واحد يدوز الكونكور يقول لك انا ما قابلوش فين غنمشي. وبغيت ناكد بان الجامعي والاستاذ الباحث راه كيعيش في هذا الشيء كل سيمانه، كل شهر كنرسلو لي بوبليكاسيون وما كيتقبلوش لينا. انا في المسار ديالي شحال من رساله كيقولوا لي هادشي اللي درتي ما هواش، هادشي اللي درتيها كتخربق، واش انا غادي نمشي نتعير معاهم؟ هذه هي المهنه ديالنا كباحث كاستاذ جامعي، كيحكموا علينا لي بير ديالنا وكيحكموا علينا لي كوميسيون. جو بونس ما خصناش ندخلوا في هاد السياق هذا. انا اللي تنتمنى وهو يكونوا عندنا يعني عمداء ورؤساء من الطراز العالمي، اللي تنتمنى وعندنا الكفاءات الكبيره ان شاء الله اللي موجوده واللي خصها تخدم. انا ما بغيتش نعلق على هذا الشيء، لان انا فيه القيل والقال. الكفاءات المغربيه ما عندهاش حدود. مغربي يكون في الشينوا ولا يكون في الامريكان، يكون في فرنسا ولا يكون في اسبانيا، هذه مباراه كل شيء كيدخل ليها والقانون كيسمح بها. ما كاين لا اللي باغين اليوم هو الشباب ديالنا يجي يقرا ويكون عنده الامال ويتعلم بعدا، يتعلم ويولي ممكن كانسان، ويلقى سوق الشغل، يلقى الشغل ديالو الوظيفه ديالو باش يكمل المسار الشخصي والمسار ربما العائلي. كنعرفوا الشباب ديالنا كيفاش كيعيشوا مع عائلتهم. وتنظن بان دول المستوى ملي كندوزوا شي امتحان وكنجيو، شحال حنا كندوزوا امتحانات؟ نتوما ملي كنتو الطلبه شحال امتحان دوزتوا؟ واش مشيتوا قلتوا لي لا بدلوا لينا الاستاذ؟ هادشي حنا كبار، خصنا نبقاو كبار، وبالخصوص ملي تيكون عندنا ربما واحد المسار علمي شويه ضعيف، خصنا نتخباو شي شويه ونسكتوا. ربما راه قلت اكثر من داكشي اللي كان عليا نقول. ربما خصنا نحشمو وخصنا نعطيو العبره للشباب اللي كيشوف فينا، لان بحال هذا الشيء ما تيليقش بالجامعه المغربيه. اليوم اللي كنقلبوا عليها في الجامعه المغربيه كنقلبوا على الكفاءات، كنقلبوا في هذه الوزاره، كنقلبوا على الناس اللي غادي يغيروا من نمط الحياه والامال لهذا الشباب. هذا تكلمت لكم على 1,200,000 وتقريبا 40,000 طالبه وطالب. بغينا هاد الشباب يكون عندهم الامال باش ينجحوا بحال ما نجحنا حنا. اما هذاك لي زيغو بيرسونيل جو بونس شاكا يبقى يخلي داكشي عنده، ما عندنا ما نديرو بهادشي. وبغيت نكمل بان ملي يكون رئيس جامعه سالا الموندا ديالو، انا اللي كنعطيه، انا الوزير اللي كيعطيه النيابه، الرئيس بالنيابه. واش انا عندي حق ولا ما عنديش حق؟ واش انا وزير باش نبقى نتفرج؟ انا وزير كنخدم، دونك خصني نخدم، واللي صالحه لبلادنا هي اللي نديرو. ربما نكونوا غالطين، ولكن هي المسؤوليه. وشحال من رئيس جامعه كياخذ قرارات اللي ربما كتناسب كل شيء، هي هذه. الانسان تيكون في الموقع ديالو
خصو بيان ايفيدامون يستشار خصو، ولكن ملي كياخذ القرار ديالو كياخذ القرار ديالو. الا جينا نتناقشوا على اي قرار راه ما غاديش منه غاديش نوصل. انا كنطلب منكم تعاونوا الجامعه المغربيه. الجامعه المغربيه محتاجه بجميع المغاربه، جميع المغاربه. ربما انتم كتعرفوا هذه الظرفيه هذه اللي فيها تحديات كبرى، فيها راه اللي ما زادش راه كيتاخر. ما نقولوش بان راه عندنا شي حاجه وشادينها، راه اللي ما تقدمش تيتاخر، لان الاخرين راهم غادي كيتقدموا. راكم كتشوفوا هاد التحديات هذه اللي حنا عليها اليوم، اللي خصنا الشباب ديالنا يواجهها. واي شاب ضيعناه راه ماشي ضاع غير لنفسه، راه ضاع للدوله، لان طاقات اللي ربما دول اخرى حاسدانا عليهم خصنا كيفاش نكونوهم، كيفاش يزيدوا من الذكاء الجماعي ديالنا. Thank you.